اشتهرت جزيرة ساقطري قديماً بالأسواق العالمية الحرة، وكانت من أهم الموانئ للممالك اليمنية القديمة كالعرب والأفارقة والهنود والصينيون، يجتمعون في مواسم مختلفة يتبادلون فيها السلع والصفقات التجارية التي كانت تعد حينها من الأسواق العالمية الحرة الشهيرة. ذكر المؤرخون أن القوافل كانت تأتي بالسلع التجارية لتبادلها بسلع ومنتجات الدول الأخرى والمنتجات السقطرية بشكل خاص كاللبان وزباد والعود وأنواع البخور وغيرها من الطيوب الفريدة التي تستعمل في الاحتفالات وفي المناسبات الدينية وغير ذلك من السلع النادرة التي لا توجد إلا في جزيرة سقطرى كالمادة الصمغية التي تستخرج من شجرة دم الأخوين تسمى باللغة السقطرية أمزيلو. كانت ساقطري في الماضي تحتكر عملية الترانزيت نظراً لموقعها الذي يعد ملتقى القارات، حيث يتم تبادل السلع بين العرب والأجانب في الساحل الشمالي الشرقي في الجزيرة بمكان يسمى قديماً كودات نافيرو، وهو ضاحية من ضواحي العاصمة حديبو، ولا يزال المكان يعرف بهذا الاسم حتى اليوم. وفقاً لباحثين في العصر الحديث، تعد الجزيرة اليمنية ساقطري من الأقاليم الحيوية والمهمة كونها تخزن موارد معدنية بكميات هائلة أهمها النفط والغاز. تحظى جزيرة ساقطري باهتمام عالمي كبير نظراً لموقعها الاستراتيجي والتنوع في الثروات المختلفة ولخصائصها الطبيعية ومزاياها الاقتصادية باعتبارها متحفاً للتاريخ الطبيعي بما تحتويه من تنوع بيولوجي وحيوي نادر.